السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الشايلد هيلث، ندخل على البروجرام بقى اللي هو البرنامج. البروجرام ده أول حاجة هكلمك على أهدافه، وتاني حاجة هكلمك على البروجرام نفسه، كومبوننتس بتاعته والفانكشنز. يعني أول حاجة بالنسبة لأهدافه، أنت إيه المتوقع، أنتوا إيه المتوقعين يعني بالنسبة لبروجرام معمول عشان يتابع تشايلد؟ هنعمل ايه؟ الطفل بيحصل له ايه من اول ما بيتولد بيكبر؟ فانا دلوقتي هتابع النمو بتاعه عشان اتاكد ان هو بينمو بشكل كويس. طبعا متابعه النمو ده متابعه للجروس اللي هو النمو الجسدي وكده، والديفلوبمنت اللي هو اكواير فانكشن ان هو يقدر يتعامل. يعني تاني حاجه ان انا هعمل الحاجات اللي احنا حافظينها في كل الكوميونتي، لو برايمري وسكندري وتيرشري بريفنشن. يعني مثلا احنا عندنا برايمري بريفنشن زي بريفنشن للانفكشس ديزيز عن طريق الفاكسينيشن اللي هي امبلانتيشن كومبالسري فاكسينيشن بروجرام، ده يعتبر برايمري. هيلث اديوكيشن ده يعتبر برايمري. تاني حاجه ان احنا نعمل حاجه سكندري بريفنشن. سكندري بريفنشن ده الناس اللي هي اتصابت بالمرض وبتعالجها، اللي هي تريتمنت للكومن ديزيزز اند ايرلي ديتكشن اوف كريتيكال كيزز، اعالجها وامنع الكومبليكيشن. السكندري بريفنشن عباره عن معالجه اصلا ودايجنوزس ومعالجه وعلاج قصدي وامنع كومبليكيشنز. مينيمايزيشن للاندر 5 يير مورتاليتي، ما انا بعالج وبمنع كومبليكيشن عشان ما يموتش الطفل، دي سكندري بريفنشن. تيرشر بريفنشن دايما هي الريهابيليتيشن، ان اقدر اخليه يرجع يتعامل في المجتمع عادي. يبقى هي دي الاوبجكتيفز، ان انا اتابع النمو بتاعه وبرايمري وسكندري وتيرشر بريفنشن. عايزاكم تقسموها لنفسكم كده عشان يعني تبقوا مستوعبين. تاني حاجه كومبوننتس بقى بتاع الفانكشن، هو يكلمك ايه هو السنتر المسؤول عن تشايلد هيلث. يقولك اللي هو ماترنال اند تشايلد هيلث سنتر، يعني مجمعين الام مع التشايلد. يقولك ليه مجمعين الام مع التشايلد؟ يقولك طبيعي، لان انا عشان اهتم بالتشايلد لازم اهتم بالام اصلا اللي هجيب الطفل، فلازم ابريبير فيميل تو بي جود ماذر اند انشور سيف انتراوترين جروس. يبقى فهمتوا الفكره، ان انا عشان اهتم بالبيبي بالطفل لازم اهتم بامه لانها هي اللي هتجيبه. فلو اهتميت بيها وبالذات قبل وبعد اثناء الولاده وبعد الولاده، بالذات يعني قبل الولاده قصدي، اللي هو عشان تبقى الانتراترين لايف بتاعته كويسه، يبقى انا كده بدات الشايلد هيلث كويسه. يعني تاني حاجه هكلمك على الكومبوننتس او الفانكشنز بتاعت الشايلد هيلث كير بروجرام. هيقول لك ان انا اهتم بالام. احنا قلنا بنبدا بدايه الاهتمامنا بالطفل اهتمام بالام. يبقى اولا ان انا اهتم بالام، تاني حاجه اهتم بيه وهو في السنيونيت اول ما يتولد في اول 4 اسابيع، تالت حاجه ان انا ابدا بقى اعمل ايه، اكله اتابعه، امنع عنه اي امراض، لو حصل له مرض اعمله كلينيكال سيرفيس اعالجه، وطبعا اتابع السوشيال لايف بتاعته. يبقى هي 7 حاجات، اول واحده اهتم بالام، تاني حاجه اهتم بالنيونيت اول ما يتولد، وباثناء طبعا اعمل اكله اتابعه امنع عنه اي مرض لو حصل له اعالجه اللي هو كلينيكال سيرفيس والسوشيال سيرفيس. اكتبوا كل كلمه كده جنب كل يعني عنوان عشان تبقى معبره اكتر يعني، والسوشيال سيرفيس بتاعه. تمام ماشي. خلينا ماترنال كير طبعا هيلث بروموشن الفيميلز وماترنال كير كلها اللي موجوده في الايه في الماترنال هيلث كير بروجرام وكده. تاني حاجه كير للنيونيت، لسه مولود دلوقتي الطفل لسه مولود، اول ما تخرجه بنعمل ايه، بنقطع له الامبليكال كورد صح، فلازم يبقى في اسيبتيك كاتنج عشان ما يحصلوش اللي هي تتسنيناتورم اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. تاني حاجه لازم اخليه يتنفس، اعمل ايه، كير للريسبيرت باسج انضفها وريستوريشن ريسبيريشن اتاكد ان هو اتنفس. تالت حاجه احط في عينيه ديز انفكتنت اي دروبس عشان امنع عنه الانفكشنز. شايفين بحاول امنع الانفكشنز عموما وخليه يتنفس، يعني خليه يتنفس ومنع عنه الانفكشنز. الابجر سكورينج فور نيو بورن، ابجر سكور ده هتاخدوه بالتفصيل يعني في الاطفال وكده، بس هو الابجر دوت هو اختصار يعني الاي ديت اللي هي الابيرنس بتاع البيبي، البي ده اللي هو اللي اسمه ايه، ثانيه واحده ولا اعرفه وين، اللي هو بيشوف الهارت ريت بتاعه، اه تقريبا بلس الهارت ريت، الجي دوت اللي هو الايه اللي هو حاجه اسمها جناس اللي هي الابيرنس بتاع وشه لما بيكح او الريفلكسات بتاعته يعني هتعرفوها يعني ان شاء الله، والاتيتيود والار اللي هي الريفلكسات بتاعته.
ريفلكسات اللي هو حركة ايده كده يعني. ده ابو كان سكورنج النيو بورن، بس هتعرفوا التفاصيل احسن يعني في الاطفال باذن الله، مش محتاجين تفاصيل هنا يعني. يبقى احنا قلنا عشان نمنع الانفكشنز الاسيبتيك كاتنج والانستليشن اي دروبس، وعشان يتنفس هنضف له الريسبيراتوري باسج، ونعمل ابجر سكورنج عشان نشوف هو في اسفكسيا ولا لا. الابجر سكورنج ده عشان يعرف الديكري هو اتعرض ل يعني هايبوكسيا مثلا ولا لا. لو حصل له بيرس انجري اعمل لها ايه؟ مانجمنت، اعالجه من بدري. تاني حاجه لازم يبرست فيدنج بدري في خلال نص ساعه، وطبعا لو كان ات ريسك اعالجه كويس جدا وخلي بالي منه. يبقى سبع حاجات، اسيبتيك كاتنج انستليشن عشان يمنع الانفكشن، عشان يتنفس اللي هي الريسبيريشن انظف الريسبيراتوري باسج وريستوريشن ريسبيريشن، واعمل ابجر سكورنج بروجرام اللي احنا بتشوفه هو اتعرض لهايبوكسيا ولا لا. لو حصل بيرس انجرز اعالجه، وابدا البريست فيدنج بدري خلال نص ساعه، وعالج كويس الاتريسك خلي بالي منه. هي دي السبع حاجات بتاعت النيونيت. معلش هي حفظ شويه وما لقيتلهاش تقسيمه غير فكره ان انت تبقى حافظين الخطوات. يعني احنا متوقع كده هنقص الامبليكال كورد، يبقى ننضفه، نخلي بالنا من عينينا، من عينيه خلي بالنا من الريسبيريشن بتاعه، هنعمله ابجر سكور عشان نشوف حصل له هايبوكسيا ولا لا كده. لو حصل انجري اعالجها، حصل لازم اكله بسرعه. لاحظتوا بيرس انجرز بريست فيدنج؟ صدقوا بالبي والبي حلو، صدقوني كاني بتفاجئ. بريست انجرز وبريست فيدنج ورا بعض يعني، وانت تذكر المهم. يبقى احنا قلنا اول حاجه بهتم بالام وبهتم بالنيونيت اول ما تولد. تاني حاجه اكله بقى، ادوكيت فيدنج للانفانت وبريسكول شيلدرن، سواء كان الفيدنج دوت اللي هو الانيشيشن بريست فيدنج بدري، ما استخدمش اي حاجه غير بريست فيدنج في اول 6 شهور، بعد بست شهور اعمل ويننج كويس وادخله الحاجات اللي هو محتاجها كده يعني. تاني حاجه هيلث ابريزيال، وديت هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. هيلث ابريزيال دي عباره عن متابعه للطفل يعني، وعشان اقدر اكتشف الامراض بدري وكده. تاني حاجه ان انا منع الامراض اللي كوميونيكابل وكنترول كمان عن طريق هيلث اديوكيشن واكتيف ايمونايزيشن اللي احنا بنعملها للاطفال اللي هي كومبالسري فاكسينيشن بروجرامز. كلينيكال سيرفيس، ان انا لو تعب عالجه، اللي هي دايجنوز وتريتمنت اوف كيسز، او ريفير حتى للسبيشاليست سنتر لو مضطر. والسوشيال سيرفيس بقى ان احنا سبورت، واي مشاكل عنده احلها له بقدر الامكان. يبقى اكله، اتابعه، امنع عنه امراض، حصل له عالجه، والسوشيال سيرفيس. دي كومبوننت رجع اكل اللي هي الماترنال والكير اوف نيو بير. اكله، اتابعه، امنع عنه الامراض، اعالجه لو حصلت له يعني، والسوشيال سيرفيس. الهيلث ابريزيال بتاع البري سكول تشيلدرن اللي احنا قلنا ايه، احنا هنكمله. هو وظيفته ان هو كونتينوس مونيتورنج وفول اب، يعني بيتابع الكرايتيريا بتاعه الجروث والديفلوبمنت بتاعه الشايلد. يعني انا عايزه اتاكد دلوقتي ان الطفل ده بينمو بشكل صحي بدون اي امراض وبشكل طبيعي بالنسبه لسنه. الكومبوننت عدد 2 سي و2 اس، اس اللي هي سكريننج وسيرفي، و2 سي اللي هي كومبرهنسيف ميديكال اكزامينيشن وكلينيكال سيرفيس. واحنا عارفين الكلينيكال سيرفيس دوت ان لما العيان يجي ان الطفل يحصل له اي مشاكل الام تجيبه لي بسرعه، وانا ابدا اعالجه اشخصه واعالجه يعني. والسيرفي دوت ان احنا ممكن نقعد يعني بنشوف معدل الامراض في الاطفال عشان ابدا انظم الهيلث كير بروجرام بتاعي يعني. خلينا في السكريننج كومبرهنسيف. الكومبرهنسيف ميديكال اكزامينيشن دوت ان انا كل فتره اعمل اكزامينيشن للبيبي دوت كويس جدا عشان اكتشف اي مرض عنده. والسكريننج تيست ديت اللي هي انتوا عارفينها طبعا، اللي هي تستات بسيطه وسهله وسريعه اقدر اعملها بيها اكتشف امراض وتاثر على حياته، يعني اكتشف امراض مهمه زي مثلا انتوا عارفين اللي هي حقنه الكعب اللي احنا كنا بيعملوها عشان يشوفوا يا ترى في هايبوثايرويديزم ولا لا، يقيسوا تي اس اتش يشوف هايبوثايرويديزم عند البيبي ولا لا يعني. السكريننج تيست ده كومبوننت بتاعت الابريزيال، 2 سي و2 اس. 2 اس اللي هي سكريننج سيرفي، و2 سي اللي هي كومبرهنسيف ميديكال اكزامينيشن وكلينيكال سيرفيس. هتقولي ايه الفرق ما بين كلينيكال سيرفيس وكومبرهنسيف؟ كومبرهنسيف ميديكال اكزامينيشن ده انت بتعمل له روتين اكزامينيشن وذات سيمتوم، يعني مش شرط يكون عنده اعراض عشان تعمل له. اما كلينيكال سيرفيس هو جاي لك بيشتكي، يعني امه جايباه بيشتكي من حاجه عشان كده انت عملته اكزامينيشن ودايجنوز وتريتمنت يعني. هو حب يتكلم على اكزامبلز السكريننج تيست، طبعا الاهمهم سكريننج الهايبوثايرويديزم خلي بالنا، الجروس مونيتورنج، الانثروبومتريك ميجرمنت انت بتشوف اللي هي السيركمفرنس والشست سيركمفرنس، ال اسمها دي الهايت بتاعه طوله، وبتشوف الويت بتاعه اللي هي الانثروبومتريك حاجات الجروس يعني.
اشوف الايرلي ساينس بتاعت المالنيوتريشن اللي هو الويت لوس والكلام ده، نعمل ديلتال اكزامينشن عشان لو في كارس او كده في تسوس اسنان اكتشفه بدري. الفيجن والهيرنج مهم جدا عشان لو كان عنده مشكله في الهيرنج هياثر على كلامه كمان، فانا لو عالجته بدري يبقى الحمد لله هلحقه كده. الفيجن نفس الفكره. ديفلوبمنتال مايلستونز، احنا قلنا جروس مونيتورنج وديفلوبمنتال مونيتورنج اللي هو الهيد سبورت عند شهرين، مش عارفه السيتنج المفروض يكون عند 6 شهور، كراولينج سن، الكلام دوت كله ليه اوقات محدده، فاحنا بنتابع نتاكد ان هو ماشي في النظام مع نفس الاوقات. يبقى السكرينج الهايبرثيرويديزم هو الاهم، الجروس والديفلوبمنت باشكال مختلفه، والساينس بتاعت المالنيوتريشن والدنتال فيجن ويرنج. احفظوا منها كام واحده كده وتبقوا عارفين الباقيه. بعدها بقى اكلمكم موضوع مهم، انا مش عارفه في موضوع اسمه ايفالويشن الام سي اتش سنتر كير يعني، ولكن انا معرفش هو موجود عندكم ولا لا، يعني لو موجود عرفونا نبقى نشرح. البريست فيدنج، البريست فيدنج موضوع مهم جدا 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 لاهميه البريست فيدنج اصلا، البريست ميلك واهميته للمذر وللفيتس وللبيبي تشايلد. اول حاجه هيتكلم على الامبورتنس بتاعت البريست فيدنج. اللي عجبني هنا الحته الحمراء هي اللي محتاجين انتوا تحفظوها دلوقتي، في كلمه انتي مايكروبيال. البريست ميلك بيبقى فيه حاجات ضد الميكروبات، اسمها دي مواد كتيره جدا، اميونوجلوبولينز وايت بيسيز وحاجات زي كده، فهات بروتكت اجينست الباثوجنز والانفكشنز. كمان في كل النيوترينتس البيشن الطفل محتاجه، يبقى في انتي مايكروبيال هيمنع الانفكشنز، وفي نيوترينت هيغذيه. كمان هيقلل الريسك بتاع الاكسبوجر للكونتامينيتد فود ووتر. انت دلوقتي مش هتشربه ميه عاديه، انت لحد 6 شهور انت بس بتشربه بريست ميلك، فما تشربوش ميه عاديه، احتماليه الانفكشنز هتقل جدا عنده. فدلوقتي بيقول لك يبقى دي التلات حاجات بتاع الامبورتنس، وبيقول لك ان هو اكسكلوزيف بريست ميلك في اول 6 شهور، وان انا اكمله مده شهر سنتين كمان مع اكل يعني. الموست افكتيف ميجرز عشان اقلل المورتاليتي اللي بتحصل بسبب جاسترونتستاين انفكشن، لان احنا قلنا البريست ميلك هيقلل جاسترونتستاين انفكشنز اصلا، سواء في الديفلوبينج سواء ديفلوبينج او ديفلوبد كانتريز كمان، يعني حتى في الديفلوبد كانتريز ده مهم جدا. يبقى فهمتوا الفكره ان في انتي مايكروبيالز، في نيوترينتس، وبيقلل اكسبوجر للانفكشن السورس بتاعت الانفكشن، وان هو بيقلل مورتاليتي، ودي حاجه جميله جدا. البريست ميلك عندنا في اول كام يوم بعد الولاده وفي اخر شويه في البريجنسي بيطلع حاجه اسمها كلوستروم، لبن ليها اسم كده، لبن ايه مش فاكره اسمه، مش مشكله. بس الكولسترول دوت الكاركترز بتاعته الفيزيكال والكيميكال مختلفه عن البريست ميلك العادي، يعني بتلاقيه اصفر وتقيل وكميته قليله، وفي النيوترينتس بتاعته فيها اكتر حاجات اميونوجلوبولينز ووايت بيسيز، حاجات يعني تحمي من الانفكشنز اكتر، وجروث فاكتورز عشان تنشط الجروث فاكتورز دي تنشط الماتوريتي بتاعت الانتستين، فتخليها احسن ضد الالرجي والانترورنس اللي بيحصل من الميلك وكده. هو هنا حب يتكلم على البروبرتي بتاع الكوليسترول، وبصراحه هو موضوع مهم جدا. ايه هي البروبرتيز؟ اول حاجه ان في انتي بوديز كتير عشان يحفظك من الانفكشنز والالرجي، وايت بيسيز كتير يعني انتي بوديز وايت بيسيز حاجات للانفكشن، جروث فاكتورز عشان الانتستين ماتور ويبقى ويحافظ ويمنع الالرجي اللي بتحصل، وفيتامين اي كتير عشان يقلل السيفيرتي بتاع الانفكشن. انتوا خدتوا احنا قلنا الفيتامين اي صحيح يعني ناقصه بيسبب بلايندنس، بس كمان في مشكله ان الفيتامين اي ناقصه هيسبب جاسترونتستاينال انفكشنز، فعشان كده كمان لما بدي فيتامين اي او كوليسترول بيبقى فيه فيتامين اي كتير، ده بحافظ عليه من الانفكشنز وبقلل السيفيرتي بتاعتها. عشان بقى اعمل، احنا دلوقتي كان حصل فتره في الدول المتقدمه وكده ما بقوش ايه حابين يعني بريست فيد وكده على اساس الشكل والامهات والكلام ده وورك بقى وشغل وكده، فبداوا يحاولوا ايه ينشطوا موضوع البريست فيدنج، وبداوا يحطوا له ايه ستيبس صحيه عشان يقدروا يوصلوا للبريست فيدنج، فعملوا 10 ستيبس للبريست فيدنج. ال 10 ستيبس بريست فيدنج ديت مشكلتهم ان هم لازم يتحفظوا، يعني هما كويسين جدا ومهمين كمان وبيهتموا بيهم كوميونتي، ولازم يتحفظوا للاسف يعني للاسف. بس عموما اتنين ليهم علاقه
بالهيلث ستاف، الستاف بتاعت يعني الدكاتره وكده والممرضين، وثلاثه تانيين ليهم علاقه بالام نفسها. هنشوف دلوقتي الاثنين اللي ليهم علاقه بالستاف دوت، ان احنا عاملين لهم بوليسي، يعني كاتبين النظام بتاع البريست فيدنج في كل حته بتاعت، ومدينها لكل الهيلث كير ستاف اسمها ايه، ريتن بريست فيدنج بوليسي، وموجوده لكلهم. تاني حاجه هندربهم، هندربهم ان هم ازاي يطبقوا البوليسي دي. يبقى هنحط ريتن بوليسي وهندربهم ازاي يطبقوا البوليسي دي في طريقه البريست فيدنج. طب تعالى بعد كده بقى، اثناء ما الست لسه حامل هنعرفها اهميه ان هي تبريست فيد، وازاي تقدر تعمل كده وتتعامل ازاي، وهي حتى لو هي هتخرج لشغل او الكلام ده. يبقى اهم حاجه ان انا اعلمها قد ايه الموضوع مهم وهي لسه حامل. اول ما تولد في اول نص ساعه اخليها ايه، اخليها تبدا تبريست فيد، يعني اشجعها على ده. اخليها هي والبيبي الاثنين موجودين في نفس الاوضه 24 ساعه، ما خلوهمش ينفصلوا عن بعض من بعد الولاده. اعلمها ازاي تبريست فيد، يعني انا علمتها قبلها، عرفتها قبل ما تولد، عرفتها قد ايه هو مهم. بعد الولاده على طول شجعتها ان هي في اول نص ساعه تعمل بريست فيدنج، ترضع البيبي، وكمان علمتها ازاي اصلا ترضع البيبي، وازاي لو هي هتخرج تحافظ على ان في منتين لاكتيشن، ان اللاكتيشن التاني مستمر ما يقفش وما ينقطعش يعني. وخليت البيبي والام مع بعض لمده 24 ساعه عشان يعني، عشان انتوا عارفين يعني الصله السيكولوجيه، هما كانوا لازقين مع بعض على طول، فما ينفعش انت تعمل سيبريشن فجاه كده. ده بيحسن نفسيه البيبي وبيحسن جدا البروجنوزس على فكره بتاعه، اللي هو رقم 7 دي اللي احنا بنتكلم عليه. ايه تاني بقى؟ احنا كده قلنا ثلاثه للمذر واثنين للهيلث كير ستاف، وبعدين للبيبي بقى واحده، اللي هما الاثنين مع بعض يتنيهم مع بعض، وبعدين حاجات معينه ما اديهمش اي فود او درينك غير البريست ميلك الا لو كان مضطر دي دواء غصب عني يعني. تاني حاجه ما اديهوش ارتفيشال تيتس او باسيفرز. ارتفيشال تيتس او باسيفرز دي اللي هي لهاية وكده، فديت يعني ايه، تبقى شبه النبل، فممكن يستغنى بيها عن ان هو يرضع، فانا مش عايزاه يستغنى. تاني حاجه اشجعها ان هي كل ما البيبي يطلب ترضعه، ما تعملش الموضوع بقى لا انا هرضعه مره كل 5 ساعات، مره كل كذا، لا يا باشا، وقت ما يطلب وقت ما يعرف ترضعيه على طول، عشان نزود نزود ونزود الصله. يبقى احنا قلنا مش هنديه ولا فود ولا درينك، مش هنديه ارتفيشال تيلز ولا تيتس او باسيفرز. وتالت حاجه ان انا ايه، بريست فيدنج اون ديماند على حسب الرغبه بتاعتي للبيبي. اخر حاجه خالص ان انا عشان اخليها تقدر تبريست فيد ومن دون ما تبقى متضايقه، نعمل بريست فيدنج جروبز. انتوا عارفين جروب سيرابي اللي هو سايكو سيرابي وكده، فخلي فيه بريست فيدنج جروبز يشجعوا بعض ويعينوا بعض على الموضوع، يعني كبروا الموضوع. يبقى البريست فيدنج بروجرام او اللي هما 10 ستيبس تو بريست فيد، عندنا اتنين ليهم علاقه بالبوليسي، ان انا كاتب ريتن بوليسي ومديها كل الهيلث كير ستاف ومدربهم كلهم على انهم ازاي يعملوها. تلات حاجات ليهم علاقه بالام، ان انا قبل ما تولد اعرفها اهميتها وازاي تعملها. تاني حاجه اول ما تولد في خلال نص ساعه شجعها واعلمها ازاي تبريست فيد وازاي تمنتين لاكتيشن حتى لو هي هتبقى بعيده عن البيبي شويه. وكمان ان انا اخليهم مع بعض مده كل طوال 24 ساعه في نفس الاوضه، بلاش نفصل الام عن الابن يعني. وبالنسبه ان انا ما اديهوش ولا فود ولا درينك ولا تيتس ولا بس فرز، دول حاجتين مع بعض، وادي بريست فيد اون ديماند، وكمان بريست اللي هو السبورتنج جروب. يعني هو بالتكرار هتحفظوها باذن الله، هو بس المشكله ان هي فيها حفظ وكلام يعني شويه ليه علاقه بترتيب زمن، يعني انتوا فكروا انتوا تعملوا ايه عشان تقدروا تعملوها، وحطوا الحاجات ديت وباذن الله يعني هتيجي في دماغكم يعني. والتكرار بقى ربنا يسهل. احنا كده خلصنا ايه، خلصنا البريست فيدنج، اتكلمنا اهم حاجه عن الكوليسترول ومميزاته، اتكلمنا عن البريست فيدنج ومميزاتها نفسه عموما، واتكلمنا عن التيلسيبس عشان ايه، عشان تو بريست فيد تو بريست فيد. وكده خلصنا الحمد لله، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه، ساعدتوا حاجه او حفظتوا حاجه. ربنا معاكم ويوفقكم، والسلام عليكم.